نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه مونديل كبير وعزيز بدراوي يضيعان على الرجاء نصف مليار سنتيم، وتثبت قرارات رئيس فريق الرجاء الرياضي عزيز بدراوي والمدرب التونسي مونديل كبير في خسائر ماليه كبيره لفريق الرجاء. وشهدت المباريات الاخيره للنسور اصرار المدرب على اشراك لاعبين كتنتهي عقودهم نهايه الموسم الجاري، وكيلعب مونديل كبير بعكليرا الحافظي اللي غينتعاقدوا مع الرجاء في يونيو المقبل، ونفس الامر بالنسبه لنوفل الزرهوني اللي غيرجع للحزم السعودي نهايه الموسم، وكيرتبط حمزه خابه بدوره بعقد اعاره مع الرجاء غينتهي متى الموسم الجاري ويرجع الفريق العربي الكويتي. وفي الدفاع غينتهي عقد مروان الهدودي بعد 3 سنوات قضاها مع فريق الرجاء، والامر نفسه مع الحارس انس زنيتي بعد سنوات مع النسور. الاسباب مجهوله وراء اصرار المدرب على اشراك الاسماء المعنيه كرسميه في لقاءات شكليه لفريق الرجاء في الوقت اللي كان كيعول فيه جمهور الفريق الاخضر باش تمنح الثقه للاعبين الامل، غير ان كبير ما قام بحتى بادره في هذا الاتجاه. والمفارقه في المدرب التونسي ما صعد حتى لاعب من الامل الفريق الاول ولا بيبوكومارا ولا الراسي اثناء صعدات الموسم الماضي، وكتساهم قرارات الكبير في الرفع من اسهم لاعبين من تاهي عقودهم في الوقت اللي كيتحرموا لاعبين الامل من مباريات في اعلى مستوى ترفع من تنافسيتهم. وكيستغل المدرب التونسي وضع الرجاء الحالي بغياب رئيس واداره تقنيه تفرض عليه قراراته وتسالوا على اخطائه، وبعمليه حسابيه بسيطه كيخسر الفريق الاخضر بهذه القرارات ما كيزيد على نصف مليار سنتيم، وكيجي ذلك الكول الفريق كيستافد ماديا ورياضيا من تصعيد لاعب من الامل كيمتعوا بعدد كبير من المباريات. وكتكلف تعاقدات الرجاء سنويا الملايير من السنتيمات، فعبد الرؤوف بن غيت مثلا كيكلف الرجاء سنويا 200 مليون سنتيم دون ما يلعب حتى لقاء، والامر نفسه بالنسبه لزكريا حدراف اللي كيحصل سنويا على ما قيمته 160 مليون، وبالنسبه اقل حمزه مجاهد ومحمد الناهير. عاجل عدم كثيرات البدراوي يفرض اجتماعا طارئا في الرجاء، واكدت عده منابر اعلاميه ان مجلس حكماء فريق الرجاء الرياضي بما فيهم بوطريقه غيعقدوا اجتماع طارئ لتدارس الوضع العام للفريق الاخضر بعد الفراغ المهول اللي بات كيعيشو النادي خلال الفتره الاخيره. ووضحت نفس المنابر ان عزيز بدراوي اغلق هاتفه في وجه كل مكونات النادي ورفض في الان نفسه تحمل مسؤولياته تجاه الالتزامات اليوميه للفريق. وامام هذه الوضعيه الصعيبه اللي بات كيعيش على وقع فريق الرجاء خلال الفتره الاخيره، دعا مجلس حكماء النادي الاخضر الاجتماع طارئ غيتعقد الثلاثاء المقبل بمقر النادي بالوازيس من اجل تدارس الوضعيه الراهنه واتخاذ مجموعه من التدابير بهدف الحفاظ على السيروره واستمراريه مؤسسه الفريق. منخرط الرجاء يطالبون بالالتفاف حول الفريق قبل مباراة شباب محمدية. وصدرت مؤسسة المنخرط فريق الرجاء الرياضي بلاغ رسمي لها من أجل الحديث على وضعية النادي خلال الفترة الحالية بهدف إيجاد حلول سريعة قبل المباراة المهمة لحساب ربع نهائي كأس العرش. وأكد بلاغ المؤسسة على أن الفريق كيعيش وضعية صعيبة من الواجب التصدي لها بسرعة من طرف رئيس النادي بهدف تدبير ما تبقى من المباريات، واقترحوا وضع مناقشات وحلول جادة لإخراج الفريق من عنق الزجاجة لبر الأمان. كما دعت مؤسسة النادي لعدم السياق وراء الأكاذيب والإشاعات اللي كتضر بالفريق ومكانته، وأكد بلاغ المؤسسة لأن فريق الرجاء كيحتاج لجميع مكوناته خلال الفترة الراهنة إلى حين اختيار رئيس جديد كتوفر فيه شروط الانتماء والعطاء للوصول للمكانة الصحيحة. برفعه سعر تذاكر المباراة يتمنى يدعو جماهير الرجاء لاتخاذ قرار المقاطعة. وأكد رئيس مجلس إدارة نادي شباب محمدية هشام أيتمنى أنه ما غيتراجعش على قرار رفع سعر التذاكر مواجهة الرجاء في ربع نهائي كأس العرش. وشدد أيتمنى لوسائل الإعلام أن تذاكر مباراة شباب محمدية مع فريق الرجاء غتراوح ما بين 100 و200 درهم ثم 2000 درهم بالدرجة الأولى. وقال أيتمنى القرار إلا ما عجبش الرجاويين فما عليهم سوى مقاطعة المباراة وعدم الحضور، وإلا بغات تحضر فالمداخيل غيتم اقتسامها وغيستافد الرجاء ماليا بحضور جماهيره. تصريحات أيتمنى غير المسؤولة لقات انتقادات توسعة من طرف جماهير الرجاء خاصة والجماهير المغربية عامة، إذ أن بحال هاد التصريحات هي اللي كتخلق جو مشحون في هاد اللقاءات. سعيد حسبان الرجاء بحاجة لكراتة كبيرة وقول الحقيقة للجماهير. ووضح سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي أن الظرفية الراهنة بالفريق كتطلب بلون مارشال وكراتة كبيرة لتنقية محيط الفريق من ذوي المصالح والمسيئين سمعة النادي، تهيئ الأرضية الضرورية لجلب مستثمرين ورؤوس أموال قصد تفعيل الشركة الرياضية. وشدد الرئيس الرجاوي السابق أن الظرفية الحالية الخطيرة اللي كيمر منها النادي كتطلب مصارحة جميع مكونات الرجاء والابتعاد على بيع الوهم ببرامج انتخابية غير قابلة
التحقيق ما كتماشاش مع الازمه اللي كيعيشها النادي، بعيدا على كل وسائل الاسترزاق باسم الرجاء، وشرح حسبان ان الفريق بحاجه لوقف التامل من اجل ترتيب الاولويات والكشف على حقيقه الازمه اللي كيعاني منها الفريق، سواء على مستوى النزاعات او الديون الاخرى المتراكمه بما في ذلك مستحقات اللاعبين الحاليين والممولين. ونبه حسبان ان فريق الرجاء بوضعيه راهنه خاصه يقوي البيت الداخلي اداريا وتقنيا ويحدد اهداف موسميه كتماشى مع ميزانيه النادي ومشاكله العالقه اللي كتفاقم سنه بعد اخرى، وذلك لتجاوز جميع المشاكل اللي كتعيق تالقه قاريا ومحليا. سعيد حسبان وضح انه في حال ترأس الفريق فاهم برنامج غيعتمد عليه هو مصارحه الجماهير، بلي الفريق بحاجه لاعاده ترتيب اوراقه دون تفكير في بيع الوهم من خلال اعطاء وعود فضفاضه بحال التعاقد مع اللاعبين في الوقت اللي كيحتاج فيه النادي لتصفيه نزاعاته الدوليه والمحليه، اذ ان الرجاء مهدد بعقوبه المنع من التعاقدات. وشدد حسبان على ضرورة الخروج من الحلقة المفرغة اللي كيعاني من الرجاء منذ سنة 2013 بشراء لاعبين ما كيقدموا حتى إضافة للنادي قبل ما يتحولوا للنزاعات كتقل ميزانية الفريق وكتحرم من جزء مهم مداخله سنويا. ونبه حسبان أهمية الاعتماد على أبناء مدرسة النادي في المواسم المقبلة لبناء فريق جيد بهوية رجاوية، خاصة ظل توفر الفريق على أكاديمية خاصة به مع ضرورة الانفتاح على اللاعبين الشباب بالقارة الإفريقية قصد تكوينهم والاستفادة من مؤهلاتهم في الفريق الأول قبل بيع عقودهم للأندية الأوروبية، مما غيوفر مداخل مالية مهمة للنادي. أكسيل ماي يفاجئ الرجاء برسالة إنذار، وتوصل فريق الرجاء الرياضي برسالة إنذار من أكسيل ماي مهاجم فريق المعار أولمبيك أسفي من أجل الحصول على الجزء الثاني من منحة توقيعه العلاقة بذمة الفريق الأخضر. وأكد جريدة الأخبار أن اللاعب الرجاوي حصل على الجزء الأول من منحة توقيعه واللي كتقدر ب 75,000 دولار وكيطالب بالحصول على الجزء الثاني، بينما وافق على التنازل على الجزء الثالث من منحة التوقيع مقابل الانتقال على سبيل الإعارة لفريق أولمبيك أسفي في ميركاتو الشتوي الأخير. وكان أكسيل تعتبر من أفضل الهدافين الدوري الاحترافي، غير أن مستواه تراجع بشكل كبير بعد انضمامه للنصر الخضر، إذ ما نجحش بتسجيله الأهداف، ما اضطر الفريق لتسريحه على سبيل الإعارة في انتظار الحسم في مستقبله نهاية الموسم. لاعب محترف بالرجاء يطلب فسخ عقدي قبل نهاية الموسم، واقترح وكيل أمال عبد الرؤوف بن غيد لاعب فريق الرجاء الرياضي على مسؤولي هذا الأخير التوصل لحل فسخ العقد بالتراضي والسماح للاعب الجزائري بمغادرة القلعة الخضراء قبل نهاية الموسم الرياضي الجاري. وطلب بن غيد فسخ عقده بعد ما أصبح خارج حسابات المدرب التونسي منذ الكبير منذ فترة طويلة وما منحوش فرصة للاعب في المباريات المهمة للفريق، وأبدى بن غيد استعداده للتنازل على جزء مهم من مستحقاته بمغادرة الفريق قبل نهاية الموسم. وطلبوا مسؤولي الرجاء تأجيل الحديث في الموضوع في وقت الراهن وقرب رحيل عزيز بدراوي من رئاسة النادي، إذ غيكون للرئيس المقبل أحقية الحسم في مستقبل لاعب جزائري مع الفريق الأخضر، علما أن عقده مازال سالم مسؤول. وكان بن غيد لاعب أساسي في تشكيلات الرجاء رفقة المدرب التونسي السابق فوزي البنزرتي قبل ما يتحول لاعب احتياطي رفقة منذر الكبير، ويبعدوا بشكل نهائي من لائحة اللاعبين اللي كيعتمد عليهم في المباريات. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.